لوحات فنية مزينة بألوان الطبيعة رسمتها مواهب أنثوية، أضفت عليها الأجواء الربيعية في حديقة مديرية الثقافة والفنون جمالاً، وجذبت محبي الفن والألوان، وتثبت أن عالم الألوان والأضواء الساطعة لغة أقرب إلى أنامل حواء ناعمة منها لأصابع آدم. قمنا في مديرية الثقافة والفنون في محافظة حلبجة بافتتاح هذا المعرض الفني المشترك الخاص بالفنانات في مدينة حلبجة بمشاركة 12 فنانة تشكيلية بهدف دعم المرأة في مجال الفن ومن أجل المزيد من الاهتمام بمواهب السيدات وإبراز المواهب الفنية للسيدة الكردية، وبالتأكيد كما أثبتت المرأة الكردية وجودها وجدارتها في المجالات الأخرى للحياة من خلال المعارض الفنية تظهر مواهبها الفنية وتقدمها في مجال الفن. والمشاركة في المعارض المشتركة حسب رأي المشاركات تعزيز لدور المرأة في الفن وتضيف خبرة ومهارة للفنانات. هواية الفن والرسم كان حلم طفولتي، ومنذ الصغر استمريت في ممارسة هوايتي المفضلة، والحمد لله وصلت إلى مستوى جيد. شاركت في الكثير من المعارض الفنية وكان أغلبها داخل مدينة حلبجة، واليوم ضمن عدد من الفنانات شاركت في هذا المعرض لعرض اللوحات الفنية على محبي الفن. وأعتقد عالم الألوان والخيال الواسع مرتبط بعالم المرأة، لكن مع مشاركة المرأة الكردية في هذا المجال لم يصل إلى المستوى المطلوب. أنا خريجة معهد الفنون الجميلة، شاركت في المعارض المقامة داخل محافظة حلبجة أيام الدراسة وبعد التخرج من المعهد، واليوم شاركت في المعرض الخاص بالسيدات وإقامة المعارض وعرض اللوحات لجمهور الفن لتحفيز الفنانات. جمال طبيعة كردستان موضوع لوحات الفنية في أغلب أعمالي. ويأتي افتتاح المعرض الفني المشترك للسيدات ضمن اهتمام مديرية العامة للثقافة والفنون من كل النواحي الفنية، ومن المقرر افتتاحه في الأعوام القادمة في جميع مدن إقليم كردستان. لبرنامج نسمات زاغروس أمير سليم، حلبشة.